اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى اقلام جديد نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف ونبدا بالعناوين. المدى مسؤول محلي 80% من معامل بابل متوقفه. يقين نت مع شتاء جديد نازحو العراق يواجهون حياه قاسيه. على القدس العربي وزاره الصحه العراقيه تحذر من اوميكرون انتشاره يدخلنا في موجة أقصى من سابقاتها. عربي 21 طعن ضابط إسرائيلي بسجن نفحة وتوتر بسجون الاحتلال. لومود في منطقة الساحل تدفع فرنسا فاتورة نصف قرن من التدخل العسكري في إفريقيا جنوبي الصحراء. انترسبت رؤساء مخابرات الأمريكية يطلبون من بايدن تخديد إيران عسكريا. نبدأ من عنوان الطائفية صنيعة الاحتلال وأداة الحكومات المتعاقبة لتدمير العراق للكاتب حاتم الفلاحي في الحلقة الثامنة. لقد تم استخدام شتى وسائل القوة والعنف ضد الاحتجاجات، ومنها الاعتقال والاغتيال والخطف وكذلك ترويع الناس وتكميم الأفواه لتخفيف زخم التظاهرات، حيث وصلت الخسائر إلى أكثر من 700 شهيد وأكثر من كذلك 30,000 جريح، ليخرج لنا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بلجنة قامت بالتستر على قتلة المتظاهرين ولم تقدم أحدا للمحاكمة. وتروي لنا الحكومة أيضا عدة روايات متناقضة ومتعددة. نتابع. لقد شكل الحراك الشعبي هزة عنيفة قوية للنظام السياسي الطائفي وللمشروع الأمريكي الإيراني الذي تسبب في مشاكل تراكمية أصبح من الصعب جدا معالجتها بوجود هذه الطبقة السياسية الفاسدة وهذا النظام السياسي الحاكم، بعد أن تحطمت أسطورة المحاصصة الطائفية والمشاريع الإقليمية التي تنفذها ميليشيات طائفية تابعة لمرجعيات دينية، الأمر الذي هدد نفوذهم وأنذر بولادة جيل جديد ينبذ الطائفية ويكشف فساد الطبقة السياسية الحزبية الدينية. وكانت أولى بشائر النصر استقالة حكومة عادل عبد المهدي بسبب ضغط الشارع المنتفض بعد أن غيبت العراق الرسمية عن المشهد العراقي بسبب سطوة الميليشيات التي سمح لها بالسيطرة على الدولة العراقية بشكل كامل ومكنها سياسيا واقتصاديا وعسكريا وأمنيا واجتماعيا من دوائر الدولة العراقية بصورة غير مسبوقة. لم تختلف حكومة عبد المهدي عن الحكومات السابقة، يقول الكاتب، لم تختلف في طائفيتها بل كانت أكثر طائفية وأكثر انبطاحا. الميليشيات التابعة لإيران من خلال السياسات الطائفية التي نفذها عبد المهدي. كتب نور العبيدي مقالا في صحيفة الميثاق الوطني: في كل يوم يمر على الشعب العراقي بكل قومياته وأطيافه وأديانه ومذاهبه لابد من حدث جديد يتصدر الساحة ويحتل مكانة في الصحف والقنوات ويتم تداولها على مواقع السوشيال ميديا ورفع الهاشتاغات من أجل أن يرى العالم حجم إجرام الأحزاب والميليشيات الولائية التابعة لإيران الذي يحدث في بلد عريق وعظيم كالعراق، ولكن بدون جدوى، لأن كل ما يحدث مخططاته تمت مسبقا. في يوم الأربعاء المصادف 27 من تشرين الأول من عام 2021، بعد إعلان الخسارة المدوية لإحدى التجمعات الميليشياوية في الانتخابات، حدث هجوم في قرية الرشاد وبعدها في قرية الهواشة في أطراف قضاء المقدادية التابع لمحافظة ديالة، أدى الهجوم إلى سقوط 30 شخصاً ما بين جريح وقتيل، وكانوا من بني تميم. وكما يدعى أنه تم نسب هذا الهجوم إلى منظمة داعش الإرهابية المتطرفة،
ولكن الغريب في الأمر ومما حدث هو قبل وقوع الحادث تم انسحاب القوات الأمنية من المنطقة من شرطة وجيش، وتم إغلاق الكاميرات الموجودة في هذه المناطق. وإذا أردنا أن نستنتج ما حصل فما هو إلا نتاج الخسارة في الانتخابات والصراعات الحاصلة من أجل الكراسي التي دائما ما يكون فيه الضحية الشعب. وذنب هذه المحافظة أنها تتعايش سلميا مع كل المكونات برغم المجازر التي حدثت فيها وإنهاك أهلها بالاعتقالات العشوائية، لذا ما كان منهم إلا ردة الفعل وهي الانتقام وأخذ الثأر ممن قتلوا أبنائهم، مثل ما قال شيوخ الفتنة هو القصاص بالمثل. ولكن ليس من قاتليهم المتمثلين بنفس هذه الفصائل التي تقتات حتى على دماء أبناء جلدتهم، لذا انتقامهم كان على أبناء قرية نهر الإمام التي يسكنها أناس بسطاء. كل ذلك حدث أمام أعين القوات الأمنية التي قالوا إنها في خدمة الشعب، ولكن العكس هو الصحيح، فقد قالوا للعائلات اخرجوا فلن نستطيع حمايتكم، وذلك لأن سلطة الملف الأمني بيد الميليشيات المتواجدة في ديالة، وما كان من أهل هذه القرى إلا الهروب من هذا الرعب والنزوح إلى مناطق لعلهم يجدون ملاذا يبعدهم عن هذا الأذى. على الواشنطن بوست تقرير أمريكي يتحدث تحت عنوان فاسدون وميليشيات يسيطرون على القطاع الصحي. جاء في هذا التقرير: أظهرت معاناة فتى مع السرطان انتهت إلى وفاته، أظهرت حجم الفساد الكبير بالقطاع الصحي في العراق. وكشفت صحيفة واشنطن بوست عن قيام مسؤولين وسياسيين ورجال أعمال وميليشيات بالاستيلاء على أموال مخصصة لإنشاء مستشفيات، مقدرا سوق تجارة الأدوية بحدود 4 مليارات دولار سنويا، وأن ربع هذه الأدوية فقط يدخل عبر الطرق الرسمية. نتابع. لفت التقرير إلى أن مسؤولين عراقيين سابقين وحاليين أقروا بأنه يتواجد اليوم جيش من محتالين وفاسدين يسرقون من العراقيين تطلعاتهم لحياة صحية أفضل، بعد عقود من حروب وعقوبات اقتصادية أضرت بالقطاع الصحي للبلاد. وأضاف أن مستوردين ومسؤولين في الصحة ذكروا أن الصيدليات تقوم بدلاً من ذلك ببيع أدوية تدخل العراق من بلدان مجاورة عبر معابر حدودية غير رسمية، حيث يجني مسؤولون متحالفون مع أحزاب سياسية كبرى قسماً من فوائد المهربين. ونوه التقرير إلى أن هذه الأدوية غالباً ما تكون أغلى ثمناً، وأن كلفة أدوية السرطان دائماً ما تكون أعلى ثمناً من غيرها، وقسم منها يصل البلد وهو مشارف على تأريخ الانتهاء. ويقول مستوردون ومسؤولون إنه في بعض الحالات تكون الأدوية مزيفة. ولفت إلى أن مسؤولاً في حقل الصيدلة قال إن هذه التجارة لا تحدث في السر، إنها تجري بموافقة أحزاب سياسية وميليشيات تعمل في المنطقة. الفساد ليس انحرافاً فقط، إنه منهاج عمل. قال التقرير إن مسؤولي جمارك وصحة في بغداد ذهبوا إلى أن معظم الأدوية المهربة تدخل العراق عبر منافذ تهريب حدودية مع إيران، وأن شاحنات تعبر الحدود بموافقة معدة مسبقاً مقابل ما يقرب من 30,000 دولار لكل شاحنة. وأوضح أن ما يدل على مدى الأرباح التي تجنى عبر تجارة التهريب غير الشرعية هذه، فإن استبدال منصب وظيفة لدى هيئة الجمارك يتم مقابل 500,000 ما بين الدولار وباقي العملات. بين التقرير أيضا أن هذه الشبكات تقوم بإيصال الأدوية إلى العراق بجلبها إلى السوق، واستنادا لأطباء وصيادلة فإن الشركات تقوم بإعطاء كوميشنات وريشن أي عمولات لمسؤولين طبيين كذلك معززين من أجل توصيف الأدوية المهربة مقابل ريشن. وقال أحد المستوردين إن الريشة تتراوح ما بين منح
قضاء عطل ترفيهية في تركيا أو أوروبا وغيرها من الأمور. على العربي 21 ومقال عن المقاومة الفردية والمنظمة والانتفاضة الشاملة، كتب ياسر الزعاترة: مشروع عباس الذي كان ينبغي أن لا يمنح أو يمنح أكثر من 3 سنوات أو ينبغي أن لا يعطى أكثر من 3 سنوات لاختبار نجاحه، قد حصل على 17 سنة حتى الآن. السؤال الذي يطرحه كذلك المخلصون في الساحة الفلسطينية وربما العربية المعنية بالقضية المركزية للأمة يتمثل في الكيفية التي يمكن الخروج بها من هذا المأزق والتمرد على خيارات محمود عباس، ما دام ذلك لن يحدث من خلال حركة فتح التي يسيطر عليها الرجل سيطرة كاملة لا تسمح لأي صوت معارض بالظهور، وبالطبع سطوة المال وسطوة المحتلين في آن واحد. لا حل لهذا المأزق بجانب إبعاد الفاشلين عن إدارته سوى تشجيع المبادرات الفردية على نحو يجعلها ظاهرة تتصاعد لتشمل كل الأرض الفلسطينية بما في ذلك الأراضي المحتلة عام 48 والتي يتوفر فيها السلاح بكميات كبيرة ويستخدم مع شديد الأسف في النزاعات الفردية والعشائرية، وهي الظاهرة التي انتقلت إلى الضفة الغربية وباتت تشكل عنصر قلق للمخلصين. وإلا فهل يعقل أن يستخدم الشهيد فادي أبو شخيدم كارلو بسيط في عملياته البطولية ويذهب آخرون إلى استخدام سكاكين أو عمليات دهس، بينما يلعلع الرصاص من بنادق حديثة في الأعراس والمشاجرات العائلية؟ أمام هذه الحالة المعقدة يبدو أن على قوى المقاومة بخاصة حماس والجهاد وكذا الشعبية أن تناشد جميع الشبان الفلسطينيين أن يجدوا سبيلاً لمقاومة الاحتلال بالوسائل التي يرونها مناسبة، مع التأكيد على أن من يستشهد منهم سيكون جزءاً من شهداء فصائل المقاومة بتنسيق فيما بينها، مع حث عناصر تلك الفصائل أنفسهم على فعل ذلك بما تيسر من أدوات وعدم انتظار تشكيل الخلايا التي ما يلبث أكثرها أن يكشف. حين تتحول هذه العمليات إلى ظاهرة شبه يومية سينخرط فيها المزيد والمزيد من الشبان، إلى أن تتحول الساحة إلى انتفاضة شاملة تضطر حركة فتح إلى دعمها ومساندتها والتخلي عن مسار عباس، وقد يفرض ذلك على الأخير ترك الأمر وإكمال رحلته العمرية بعيدا عن فرض خياراته البائسة على الشعب الفلسطيني. نشرت صحيفة إنديبندنت أون ساندي تقريرا حول الانتخابات الليبية وتساءل فيه بوزو درغاي: لماذا قد تقود الانتخابات الليبية للتحريض على العنف الذي كان من المفترض أن تتهيبه أو أن تنهيه أصلا؟ وأجاب أنه لم يتبقى سوى أسبوع على الانتخابات المقررة ولم يتم تأكيد أي مرشح، مما دعا إلى توقع الكثير إلى تأجيلها. وأيا كان الحال، عقدت أم لم تعقد، فهناك مخاطر من العنف السياسي. نتابع. تقوم ستيفاني ويليامز التي أعيدت لمنصبها كممثلة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتريش بعد استقالة المبعوث الخاص يان غوبيش الشهر الماضي بجولات مكوكية عبر ليبيا وتحاول البحث عن إطار مشترك بين اللاعبين في الساحة السياسية. وقالت في تغريدة إن مطلب الليبيين هو انتخاب ممثليهم عبر عملية انتخابية حرة نزيهة موثوقة. ومع قرب الموعد إلا أن المخالفات بدت واضحة، فسيف الإسلام القذافي أحد المرشحين البارزين للانتخابات مطلوب للجنائية الدولية وصدر عليه حكم في طرابلس، كما وعدت بيبة بعدم الترشح للانتخابات عندما عين رئيس وزراء انتقاليا لأي منصب عام، لكنه تراجع عن وعده.
وتقول الصحيفة إنه يستخدم مصادر البلاد لإقناع المواطنين والقيام بحملات انتخابية، ويسيطر حفتر على البنى الأمنية في الشرق والغرب، وهي نفسها التي ستشرف على عملية عد الأصوات التي سيكون أحد المرشحين فيها، ويواجه المرشحون الثلاثة تحديات قانونية في محاكم البلاد وفي العاصمة التي اتحدت فيها الميليشيات لقتال حفتر في عام 2019 و2020، عادت للخلافات فيما بينها وتقوم بتخويف المواطنين المفترض خروجهم من بيوتهم يوم الجمعة، ولا يزال المرتزقة الأجانب في البلاد ويمثلون معضلة. وجاء في تقرير لمنظمة Human Rights Watch أن الجماعات المسلحة تقوم بتخويف واعتقال والهجوم على الصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وفي الوقت الذي حصل فيه عدد من المرشحين الأقل حظا على مقابلات تلفزيونية، إلا أن قلة منهم قدم رؤية موثوقة وبرنامجا للبلد. وقال كذلك إن الانتخابات في ليبيا ليست عن أشخاص جذابين يريدون التعامل مع الأمة والعالم، ولم يكن باستطاعة أي من المرشحين تقديم رؤية وهي عن تسمية قائد أعلى للقوات المسلحة. نشرت صحيفة أوبزريفر تقريرا عن استمرار حكم كيم جونغ أون دكتاتور كوريا الشمالية. جاء في هذا التقرير إذ تساءلت فيه عن سبب نجاة الدكتاتوريين، فبعد وفاة والده دفع به إلى السلطة، ولكن لماذا سمح له بالبقاء فيها طوال هذه المدة؟ تساءلت هذه الصحيفة عن الطريقة التي ينجو فيها الدكتاتوريون ويطول حكمهم، والتاريخ حافل بأمثلة عن الدكتاتوريين الذين هيمنوا على بلادهم وحكموا لسنوات. نتابع. مخاوف كيم من آثار كوريا الجنوبية المتفوقة في مستويات المعيشة وخوفه من انتقال عدوى السياسة الديمقراطية أدت لتصرفه الإرهابي، وتم تضييق كل ملامح الحياة العملية والشخصية كذلك خلال السنوات الماضية. ومن أجل إحياء ذكرى وفاة والده العاشرة، أمر كيم جونغ أون السكان بعدم شرب الكحول أو الضحك ولا المشاركة بنشاطات ترفيهية. وكانت النتيجة المتوقعة لسنوات كيم الدكتاتورية هي فقر البلد ورجعيته الاجتماعية والاقتصادية، وهو بلد تصل أزمة نقص المواد الغذائية فيه إلى حافة المجاعة، ويكافح الجميع للحصول على ما يحتاجون إليه وهو قليل لمواصلة العيش. وأدى عنف الدولة والفساد والخوف على طريقة ستالين لقمع السكان وإسكاتهم، وبات سكان كوريا الشمالية رهائن لدى كيم جونغ أون. ويجب علينا طرح السؤال مرة ثانية عن سبب بقائه، ويجب طرح السؤال على القوى الكبرى كذلك. فبالعودة للحرب الكورية كانت الصين أكبر مساعد للديكتاتورية، وفي الوقت الذي يتسبب فيه سلوك بيونغ يانغ المتقلب بمشاكل لبيجين، إلا أن الافتراض الرئيسي لها لم يتغير وعلى مدى 70 عاما الماضية. ومن الأفضل أن تكون هناك كوريا شمالية ضعيفة وتابعة من كوريا موحدة، ولو استطاع الرئيس الكوري الجنوبي مون جا إن لينضم إلى المعسكر الغربي. وبالمثل فشلت الولايات المتحدة وحلفاؤها مثل اليابان في عمل شيء لوقف هذا الخرق الفادح للشعور الإنساني الدولي، فقد رضي المجتمع الدولي بفكرة عزل واحتواء نظام كيم جونغ أون وفرض العقوبات على نظامه وتجاهل كوريا الشمالية، إذ طور كيم قدرات صاروخية قادرة على ضرب المدن الأمريكية، وهو أكبر نجاح له، مما يعني عدم القدرة على الإطاحة به سياسيا أو بطرق أخرى. ولعب دونالد ترامب بالطبع دورا في هذا، فقيممه التي أرضت ذاته لم تحقق أي شيء.
كشفت صحيفة إيطالية عن عبور طفل يبلغ عاماً واحداً البحر المتوسط في رحلة محفوفة بالمخاطر بعد إرساله من قبل والديه على متن قارب لمهاجرين. وقالت صحيفة لابو رينيكا إن عناصر الإنقاذ عثروا على طفل بين 70 رجلاً في قارب رأس في جزيرة صقلية الجمعة. ولفتت الصحيفة إلى أن الطفل عبر المتوسط حتى قبل أن يتعلم المشي، وقد واجه الأمواج بمفرده وهو أصغر من أن يكشف عن اسمه وقصته. وأضافت أن نحو 500 مهاجر وصلوا ضمن 7 رحلات منفصلة إلى الجزيرة الصغيرة في اليومين الماضيين، ولم يعرف المهاجرون الآخرون هوية الطفل، لكن يزعم أن والديه توسل إليهم لضمان سلامته أثناء العبور، ربما لأنهم لم يتمكنوا من مرافقته بحسب صحيفة ريبوبليكا. إلى الوجه الآخر لحرية التعبير، نتابع رسوم الكاريكاتورية. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.